رجعنا لحضراتكم مشاهدينا وفقرتنا دلوقتي كل الناس اللي حابة جدا انها تعمل زينة في مناسبة جميلة زي مناسبة السنة الجديدة. يمكن ناس كتير في بيوتها ما بتبقاش قادرة تعرف ايه الحاجات اللي ممكن انها تستعين بيها، ايه الحاجات اللي ممكن انها تعملها بشكل بسيط ما يكونش مكلف من خلال دانتيل. طبعا فكرنا ان احنا نقدم لحضراتكم حاجة زي دي، ولو اي حد حابب ان هو يستفسر عن اي شيء، عن خامات معينة، عن فكرة معينة ممكن يعملها بتكاليف بسيطة، يا ريت يكلمنا على رقم تليفون البرنامج. اسمحوا لي في البداية ان انا ارحب بضيوفي اللي منورنا في دانتيل. معانا استاذة منة حرفوش، مصممة ومنظمة الحفلات، نورة. اهلا بيكي معانا، كل سنة وانت طيبة. كل سنة حضرتك طيبة. معانا كمان استاذ حسني عبادة، مصمم ومنظم الحفلات، كل سنة وحضرتك طيبة. منورة. طيبة. ميرسي. قبل ما نبدأ ونعرف، انا عايزة الاول اعرف انتوا دارسين تنظيم الحفلات؟ بالظبط، احنا واخدين كورسات معتمدة في تنظيم الحفلات، سواء ويدنج او افراح او افراح او سبوع او مؤتمرات او عروض ازياء، واخدينها من شهادات معتمدة. تمام. ودلوقتي كمان بنعتمد اي كورس احنا بنديه من وزارة الخارجية او اي جهة حكومية. بقيتوا انتوا بتدوا بقى كمان كورسات. طيب جميل. بتفرق ان انت تاخدي كورس؟ يعني في ناس بتشتغل الموضوع ده هواية، ما بتاخدش كورسات. انا عايزة اعرف ايه اللي بيفرق. لا بتفرق كتير، لان انا كبدايتي في المجال نفسه كان كهواية، لكن طبعا حبيت ان انا اكون احسن، حاسة ان المستوى اللي انا فيه مش ده المستوى اللي انا عايزاه. لما بدات فعلا اخد كورس وادخل من البدايه خالص، بدات فعلا احس بالفرق، فرق كبير جدا طبعا ما بين ان انا اكون واخده الموضوع هوايه بس او اكون دارسه. لا، الشغل بيطلع بكفاءه عاليه جدا طبعا. الفينش في الشغل اهم حاجه عندنا، بيطلع بكفاءه حلوه بتعجب الناس. ايه اكتر حاجه استفدتيها؟ بالنسبه لي طبعا ان انا ازاي اقدر اطلع اعمل اي ايفنت بالنسبه لي بتكلفه اقل. ممكن الاول كنت اقدر خامات، استخدم فلوس كتير ان انا اشتري خامات عاليه عشان اقدر اطلع حاجه كويسه. تمام. لكن دلوقتي بالنسبه لي الحمد لله ان انا باقل تكلفه بقدر اقدم حاجه كويسه، ودي اكتر حاجه انا شايفه ان انا استفدتها من الحاجه دي لاي حد. طيب بما اننا بنتكلم بقى على السنه الجديده وتزيين البيت، وناس كتير قوي يمكن تبدا النهارده الخميس، جمعه وسبت اجازه بقى يزينوا براحتهم، فعايزين تقولوا لنا كده ايه ابسط حاجات ممكن الناس تجيبها، تلحق تجيبها النهارده وتبدا تزين بيها. ممكن نعمل كذا حاجه بسيطه جدا، زي طبعا اللعب اللي بتبقى في شجره الكريسماس. ممكن انا اعمل حاجات بسيطه بخامات بسيطه زي الفوم، ممكن بالفلين او البالونز زي الحاجات اللي احنا عاملينها. خامة بسيطة جدا وسهلة وكل الناس تقدر تتعامل بيها. عامة البالونز بيبقى في البيت بهجة، واحنا راس السنه فرحه وبهجه لكل الناس. بس انا قبل الهوا قلت لك ما يخاف من البلالين، لا تفرقع، قلت لك معلومه يعني يمكن مش كل الناس بتعرفها. بالظبط. فيا ريت تقول ان هو في نوعيات من البلالين. البالونز له انواع كتير جدا. من افضل الانواع اللي ممكن نستخدمها نشتغل بيها هي النوع الايطالي. ده ممكن يقعد معايا فتره طويله جدا، يعني ممكن يقعد معايا الاسبوع وال10 ايام بتوع الاحتفالات بتوعنا من غير ما يجرى له اي حاجه. بالظبط. تمام. يبقى خامه طيب. قويه جدا. منا انت محضره لنا حاجه هتعمليها لنا بالبلالين، بما اننا بنقول الناس يزينوا ازاي، فاحنا عايزين نشوف الموضوع امر واقع. تمام. هي حاجه بسيطه عشان طبعا بالنسبه لنا عشان خاطر الوقت، بس انا فعلا بتسال كتير على البيج وبحاول اشرحها، بس هي سهله جدا، هي حاجه عاديه وسهله. ازاي ان احنا نعمل ورده بالبالون؟ انت عامله بالونتين وقطعهم ببعض. ده بالون ايطالي مش عادي عشان خاطر يدينا اللمعه دي. احنا بنبدا ننفخ البالون بنفس الحجم عشان ما يكونش حاجه كبيره حاجه صغيره، بننفخ كل اثنين مع بعض. تمام. وبعد كده بنبدا ان احنا بنربط. لا انت بتربطيهم ببعض الاول عن طريق الحبل ولا بتربطيهم ازاي؟ لا احنا بنربط الاثنين في بعض. البالونه دي بتتنفخ لوحدها والبالونه دي بتتنفخ لوحدها، وبنربط الاثنين مع بعض. يعني بدل ما نربط كل واحده لوحدها، لا احنا بنربط الاثنين مع بعض. وبعد كده انت دلوقتي لفتيهم على بعض. بالظبط. بس في نقطه كمان في الربط مهمه جدا. انا كل ما كانت الربطه بتاعتي قويه، كل ما كانت البالونه حافظت على الهواء اللي جواها. فانا اهم حاجه في الربطه انها تكون قويه ومشدوده جدا، اللي هي بتاعت البالونتين اللي بالزبط. مع بعض. تمام. بعد كده بنلفهم على بعض. معلش ممكن تفكهم وتلفهم تاني عشان برضو الناس هتبقى متابعانا يعني عملوا ازاي؟ سهل الفك والتركيب. سهل. هما اثنين كل واحده مربوطه مع الثانيه لوحدها. نبدا نحطهم فوق بعض خلف بالشكل ده. بعد كده بنلف واحده على الثانيه.
بس كده خلاص كده الاربعه بتوعي بقوا تمام. تمام الصغيره دي بقى احنا بنعمل مربوطه في النص بنبدا ان احنا دي مربوطه دي مربوطه صغيره بنربطها مربوطه بتبقى لون مختلف عن الاربعه دول بحيث انها هرداء بربطها ازاي بقى بحطها كده والفها على اي بالونه من الاثنين لان البالون اصلا خامه لينه هي بتمسك في بعضها. حلوه جدا وفكره حلوه قوي على فكره ممكن بقى سهله خالص بشريط بسيط كده زي ده نحطه هنا ما بين البالونتين واستخدمها بقى في ان انا ممكن احطها على باب الشقه ممكن فكرة احطها جدا. على الحيطان عندي وانتوا عاملين اهو الفكره اللي جنبي دي مش عارفه لو الكاميرا جايباها يعني ده ستاند ده ستاند بالون خلينا نمسكه كده ومحطوط فوقيه ورده اللي احنا لسه عاملينها دلوقتي وانت ملزقها كمان انا شايفه بالصليزات يعني ملزقه فوقها بحيث انها تدي برده شكل حلو ممكن اعمله في كورنر في بيت ممكن حاجه سهله جدا والولاد كمان لو اشتركوا بيه هيبقى أكيد. حاجه ممتعه ليهم كلهم. طيب خلينا نقول ايه تاني غير البلالين وغير الزينه عامه انا بخاف من البلالين بتفرقع بس انت بتقول لي لا الدنيا امان. الفكره النهارده ان احنا نقول نتكلم عن حاجه جديده او فكره جديده ان احنا مثلا لو في اسره حابين الاحتفال براس السنه او الكريسماس وعاملين حفله مع بعض وعايزين يحتفلوا في البيت فبالنسبه لي انا عملت شجره زي شجره الكريسماس دي بدات ان انا بزينها بالاجراس وبابا نويل والكروت اللي انا عاملاها دي دي كروت معايده احنا مسمينها دي احنا مسمينها شجره الامنيات او الذكريات يعني احنا ممكن كل فرد في العيله ياخد كارت ويكتب امنيه للسنه الجديده او ذكرى من السنه اللي فاتت وبنبدا ان احنا بنحتفظ بيها فدي بيبقى شكلها حلو او بتبقى ذكرى حلوه لينا جدا طبعا في البيت وبيبقى كل سنه بالنسبه لنا ان احنا ممكن نطلع الشجره بسهوله ونركبها تبقى حاجه بالنسبه لنا حلوه وجديده وذكرى حلوه. طبعا فكره حلوه جدا وعلى فكره الشجره مش بكبرها يعني ممكن تبقى لا حاجة هي صغيرة كل ما كانت الحاجه بس دمها خفيف يعني انت مخليه كمان فكره الكروت دي حاجه جديده وحلوه. طيب هل في افكار تانية برضو يعني احنا النهارده معانا اتنين منظمين حفلات فطبعا اي حد عامل حفله في بيته وداعي مثلا قرايبه واهله والعشاء ممكن يبقى عنده بيبقى حابب ان هو يعمل لمسه بس طبعا مش عايز تكلفه اكيد فايه احنا ممكن بحاجات يعني؟ بسيطه جدا زي الفاير شو نعمل الشمع اللي بيطلع شرار ده بيدي جو حلو جدا وقت ما بيبدا العد التنازلي خلاص للسنه الجديده اللي مستقبلها ان شاء الله. تمام. ممكن نعمل زينه بسيطه مثلثات كده نقطعها ونحطها في بيوتنا ممكن نعمل نجيب قماش شكله الوان مبهجه ونحطها على مفارش للترابيزات ممكن نجيب البابا نويل بيبقى فيه اشكال كبيره بتتحط على الباب الاجراس اللي في الزينه اللي هي بتبقى طالع منها شعر كتير دي برضو بيبقى شكلها بيبقى شكلها حلو جدا في جو الكريسماس. جميل. طيب انتوا لما بتيجوا تنظموا حفله في البيت اكيد غير في اوتيل غير في مكان اوبن اير او مكان مفتوح بتحتاجوا وقت قبلها قد ايه علشان تبداوا تفكروا تبداوا تقعدوا تاخدوا وتدوا مع العميل؟ على حسب المكان اللي احنا هنعمل فيه الشغل ده بالنسبه لنا بيختلف طبعا من مكان للتاني لو مكان اوبن اير او مكان مثلا انترانس الفندق مثلا وده بيكون اغلب شغلنا في الفتره دي عشان طبعا بنبدا نعمل شجره الكريسماس باشكالها الكتيره والمختلفه يعني ممكن مثلا على حسب حجم الشجره زي ما حضرتك قلتي ان احنا بنبدا مثلا هو ده صوره معانا على الشاشه كمان ده من الشغل الجديد اللي احنا منزلينه ان شاء الله في 2017 ان شاء الله باذن الله حبينا ان احنا يبقى حاجه جديده الناس تشوفها برده وتفكر فيها ده انترانس اوتيل شكل جديد لسه مع الناس ما شافتوش ده شكل اللي ممكن اعمله على الباب عندي في البيت او كاستقبال الناس في حفله خطوبه او فرح او اي مناسبه في البيت دي كوشه جديده احنا لسه عاملينها دي هتنزل ان شاء الله في 2017 لان 2017 عامه حابين فيها السيمبل كل تمام. حاجه تبقى بسيطه مفيش احسن من البساطه يعني ده انترانس برضه ممكن يتعمل بالخامه اصلا اللي معموله جديده اللي هو الورد الكبير ده ده حاجه احنا منزلينها جديده في 2017 هنا عملنا منه برضه شكل الكوشه
نفس الورد ده مفيش اجمل من الورد. الورد كمان بصراحه الورد والشيفون مع بعض تمام. بيدي شكل حلو، بيبقى شكلهم حلو قوي، خصوصا في لو كانت المناسبه عندنا فرح مثلا، لان اللون الابيض بالنسبه لنا بيبقى مهم قوي، بيدي شغل يعني مثلا حاجه زي كده بالنسبه كوشة. لنا كوشه. السنتر بيس دي ده السنتر بيس جديدة جديده بتاعتنا، 2017 بقى. جميل ان احنا لسه في ده شغل 2016 الكريسماس كل حاجه تمام. شجرة الكريسماس دي بالبالون، دي في انترانس اوتيل، وممكن تتعمل في مولات، ممكن تتعمل عندي في البيت سهلة بطريقة ولا بسيطة. صعبة؟ بسيطة جدا، يعني مجرد بلالين كده بتتحط على بلالين ستاند بشكل مثلا معين، بنبدأ نعملها نفس من كبيرة الأفكار لصغيرة، دي. بتطلع بالشكل بتاع دي برضو ديكور بالونز في بيت. انا بيتهيألي برضو الاطفال تحب جدا الشجره اللي والكبار بالبلالين. والله فعلا اكتر حتى من الشجره دي اللي فعلا بيبقى فيها على بهجة. فكره هي فكرتها، عشان في ناس فاكره ان شجره الكريسماس بالبالون بتبقى صعبه، لكن لا هي سهلة. الفكره لا الفكره سهله على فكره خالص، دي برضو واي حد اي حد ممكن يقدر يعملها، بس هي الفكره ان هي في اعداد معينه بتتعمل بطريقه عدد معين من البالون بيتعمل بطريقه معينه، وبنبدا نرتبها احنا على حسب الحجم كبير وصغير. لكن دي الشجره اللي هي زي مثلا حاجه زي اللي احنا عاملينها، حاجه زي كده برضو بابا نويل. انتوا اللي ده عاملينه بابا برضو؟ نويل. ده بابا نويل بالبالون. فكره برضو جديده احنا منزلينها السنه دي، فكره حلوه قوي على فكره، وسهل يتلاقي ومش مكلفه بالاحمر والابيض ولطيفه جدا. وده انترانس في كافيه او ريستورانت. يعني الافكار دي بقى يعني بتخشوا على النت وتطلعوها، ولا انتوا بتقعدوا مع بعض وتشوفوا؟ والله الافكار بالتجربه والخطا ولا هي انت معاك خامه وفكره بقى في دماغك، انت اللي بتوظف الخامه تمام. بتقدر تشكلها بالطريقه حلوه قوي، بس واضح ان انتوا بتحبوا البلالين يعني اغلب الحاجات بيطلع مش مكلف. احنا اهم حاجه اتكلمنا فيها ان الحاجات تبقى مش مكلفه، عشان دي اكتر حاجه بترضي العميل بالنسبه لنا، بيدور على التكلفه اول حاجه. عشان كده احنا ممكن يكون معظم شغلنا بالبالون شويه، عشان خاطر كتكلفه مش هيكون كتير. يعني عايزين نخرج شويه من جو الشجر التقليدي، فانا حبيت انزل البالونز السنه دي في الكريسماس. انا مبسوطه كمان ان ده موجود على الشاشه، علشان اي حد بيتابعنا وزي ما دايما بناكد برضو على فكره التكلفه، ان يقدروا يعملوا حاجه بسيطه بالزبط. وظريفه في البيت، ويطفي جو من السعاده حتى لو مش عازمين حد، هو مجرد حتى الاهل البيت اللي موجودين في البيت. بما ان حضرتك بتقول أكيد. ممكن تقعد 10 ايام طبعا نوعيه البالونه، ف اكيد طبعا على فكره ممكن تطول كمان اكتر من 10 ايام بالنسبه لنا. البالون ممكن يغيب اكتر من كده. يفرق شتاء او صيف في البالونه اذا كانت تقعد اكتر او لا؟ لا هتفرق اوبن اير ولا مكان درجه الحراره؟ تمام هتفرق معايا لو هو مثلا محطوط ارج او شغل بالون زي مكان اوبن اير جاردن او كده، او اوتيل في او بيت او كده، اكيد في الهواء او كده هيأثر شويه على البالونز لو في اوبن اير، مختلف تماما عن اندور. طيب لو اي حد بيفكر ان هو يعمل مناسبه، بتنصحوه يتدخل ولا ما يتدخلش في شغلكم؟ لا هو لازم الاول يدينا الافكار بتاعته اللي هو عايزها. انا عايز المناسبه بتاعتي يكون فيها ايه، بيتكلم معايا في 1 2 3. انا عايز مثلا لو المناسبه عيد ميلاد او اسبوع او فرح، بيبدا يتكلم معايا عن الالوان عن الشكل. لو هو عنده افكار بيقدمها لي، ببدا انا بسمع منه لحد ما اشوف تفكيره هو ايه، ببدا انا اعرض. انا لا بقبل ولا برفض الشغل اللي هو قاله، بس انا ببدا اعرض عليه افكاري انا. بس الحمد لله لحد دلوقتي العميل بيسيب افكاره اللي هو، لان هي على مستوى اللي هو تفكيره اللي جاي بيها، وبيبدا يتجه لافكارنا احنا، لان احنا بنحاول نكون معاها. ممكن يكون شايف الحاجه لكن ما يعرفش تكلفتها كام. الحاجه شكلها حلو قوي في مكان والله ودي جميله، بس وما مش عارف التكلفه فعلا هيدفع كام. فببدا انا اتدخل ان انا لا انا هقدم لك حاجه ونفس الشكل مثلا او بس بخامات تانية. ببدا اقدم الافكار دي بتعجبه، لان التكلفه بالنسبه له بتكون مش كتير. دي صور على فكره، الفكرة دي قوية جدا، ان احنا ممكن نجمع صورنا كلنا صورناها في السنة ونعمل بيها شكل الشجرة على الحيطة في بيت وحواليها اضاءة. الصورة دي بجمع دي كل صور العيلة وحلوة حلوة ومش مكلفة طبعا، لانها صورنا وبنجمعها. دي بتناسب اي حد وتتعمل على شكل شجرة، تتعمل على شكل شجرة معاها بيلايت اضاءة خفيفة كده، تبقى ذكرى جميله. كل سنه ممكن بنغير نفس الصور. الشجره لو حد عنده شجره ممكن ندبسها في الشجره، الصور دي تبقى برضه فكره. ان احنا كان يعني معانا كروت الامنيات. معانا تليفون، معانا مدام هبه. الو. ايوه مساء الخير. مساء النور. انا بمسي على منى وعلى حسني وبقول منورين كل الدنيا. وحضرتك منوره معانا مدام هبه. منى ام فوزي، منى عامله لي تقريبا يعني ثلاث ارباع حاجات شقتي انا، يعني انا
اعرف منك كويس يعني ايه. حضرتك عميله بقى عندهم. ايه اكتر حاجه عملوها لك حلوه؟ لا تنسيق الورد قوي حلوين قوي فيه. الورد؟ الورد تنسيق الورد. تمام. ده كان فرح ولا ده كان فرح ولا خطوبه؟ لا ولا في البيت عندي يعني، هي اصلا كانت مناسبه وغير حاجه جارتي يعني من كل ناحيه يعني. تمام. هبه من العملاء. شاكرين جدا لتليفون حضرتك يا مدام هبه، وحاجه جميله لما الانسان يبقى يعني بيعمل حاجه ويلاقي الناس مستحسنه شغله. طيب انتوا وريتونا من خلال الصور اللي شفناها يعني حاجات جديده ل 2017، ايه الحاجات اللي انتوا بقى نفسكم تبقى بتحقق لكم انتوا في 2017؟ نبدا بحضرتك. تمام. انا شخصيا نفسي زي ما حضرتك قلتي في الاول الصحة اللي ربنا يبارك لنا فيها، وان احنا نوصل لدرجة كويسة من النجاح في مجال شغلي. انا شخص بحب شغلي جدا، بحب مجال تنظيم الحفلات جدا، ونفسي ابقى حاجة قوية جدا فيه. وبدأنا ناخد خطوات الحمد لله، الناس راضية عنها والعملاء بتوعنا راضيين عنها، وربنا ييسر ان شاء الله السنة تكون خير علينا كلنا وعلى اهلنا واصحابنا وكل الناس اللي نعرف. ايه طبعا اول حاجة طبعا الحمد لله الصحة طبعا يا رب، دي احسن حاجة. نفسي بجد الناس تتعلم ازاي فعلا تحب بعض بجد، لكن الحب اللي كده وكده ده انا ما بحبهوش، لان ده قابلني كتير في 2016. فعلا لو حبينا بعض بجد هنعيش مرتاحين، هنحب بعض يعني، هنعيش اكتر، هنعرف نتعامل مع بعض احسن. التوفيق في الشغل طبعا، عايزه اوصل لمكان اكبر من كده. ربنا يوفقني في شغلي واقدر اقدم كل جديد. يا رب ربنا معاكم، وربنا يا رب يحقق لكم كل امنياتكم، وتبقى 2017 سنه سعيده على الناس كلها. شاكرين لكم معانا استاذه منى حرفوش، مصممه ومنظمه الحفلات، نورتينا. ومعاكي استاذ حسني عباده، مصمم ومنظم الحفلات، كنتوا منورين. ميرسي ليكم، وبنتمنى لكم يا رب التوفيق. شاكرين لكم، ربنا يخليك يا رب. مشاهدينا لسه مكملين مع حضراتكم فاصل، نرجع مع مياده وفقره جميله جدا، مشغولات جلديه متميزه ومختلفه، خليكم معانا.